بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتحدث مع بعض عن جرائم التعذيب التي لا تترك أثر وكيفية الاستدلال عليها. يعني إيه جرائم تعذيب لا تترك أثر أو لا تترك آثار؟ احنا اعتدنا على انه جرائم التعذيب بيبقى في ليها اثار زي الكدمات وزي السحاجات، وطبعا الكدمات بتترك اثر والسحاجات برضو بتترك اثر، واللي بالنسبة لغير المشتغلين بالقانون ويهمهم معرفة يعني ايه سحاجات. السحاجات دي كده بالعام يعني اللي هي ايه، زي خدوش كده. فاحنا اعتدنا على ان اذا حصل جريمة تعذيب بيبقى فيه اثار ليها، اثار في شكل كدمات، في شكل سحاجات. لكن هل ممكن يبقى في جريمة تعذيب حصلت من غير ترك الآثار دي، أو حتى آثار أكبر من كده زي قصور أو كده؟ الإجابة ممكن يحصل. وفي الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن إزاي نقدر نستدل على جرائم التعذيب التي لا تترك أثر. الأول إحنا ممكن نتكلم مع بعض عن كيفية التعذيب بدون ترك أثر. طبعا في وسائل كثيرة، ولكن أنا هذكر بعضا منها، يعني مش كلها. يعني مثلا الضرب على الدماغ، يعني لو واحد اتضرب على الدماغ بآلة غير رادة. يعني ايه آلة غير رادة؟ يعني مش بعصاية او لا، بآلة غير رادة. وليكن مثلا واحد اتضرب على دماغه بالايد كده اهو على دماغه، طبعا طبيعي انه ضربه ان الايد لينة او انسجة لينة، فمن الطبيعي انه هو مش هنلاقي فيه جروح ردية، يعني مش هنلاقي فيه بالبلدي كده بطحة على راسه أو كده. يعني ليه؟ لأن الإيد لينة، فلو ضربنا واحد على دماغه كده بالإيد بقوة مش هتبطح. يبقى دي وسيلة من وسائل التعذيب والتي لا تترك أثر. في عندنا وسيلة تانية من التعذيب التي لا تترك أثر، زي تعليق المجني عليه، ويعني يتعلق من ايديه كده اهو، وبعد كده يتربط في رجليه جسم ثقيل زي مثلا أنبوبة بوتاجاز او ما شابه، فده بيعمل له اجهاد عضلي على عضلات الايدين وعلى عضلات الرجلين على كل عضلات جسمه، لأنه جسمه بيبقى كده مشدود من أعلى ومشدود من أسفل، فكل عضلات جسمه بتصاب بإجهاد عضلي. وبرضو النوع ده ممكن ما يسيبش أثر. في الضربات على منطقة الصدر ومنطقة الرئتين، الضربات بآلة غير رادة، يعني مثلا لو واحد هنضربه كده اهو، او هيضرب يعني احدهم اللي جنب بجريمة التعذيب بيضربه كده، طبعا برضو قبضة الايد دي لينة، مش هتعمل كدمات ولا هتعمل حاجة، لكن هو بيضربه في منطقة الرئتين ومنطقة القلب بايده ضرب شديد. ده نوع من انواع التعذيب الذي لا يترك اثر. الصعق بتيار كهربائي،
يعني لو تم توصيل الكهرباء للمجني عليه، ويعني صعقه كده على مرات، ما يعني يصعق بقى يصعق بقى يصعق، او بصعق كهربائي، الصعق ده الالكتريك شوك ده اهو، برضو ده غالبا مش بيحدث، يعني ما بينتش عنه اثار. التخويف الشديد والترويع الشديد، زي مثلا انه المجني عليه يجوا شايلينه كده هو، ويقولوا له احنا هنرميك من البلكونة مثلا من الدور العاشر، فيجوا شايلينه كده ويفتحوا البلكونة ويتجوا ناحية البلكونة أو ناحية الشباك، وعلى أساس إن هو إيه هيرموه من البلكونة أو الشباك، فده بيعمل له حالة من التخويف والترويع الشديد جدا جدا. واحد هيترمي من فوق من الدور العاشر، يعني هيبقى إيه فرحان مثلا؟ لا طبعا، ده هيبقى فيه تحت تأثير خوف وترويع، و يعني إحساس فظيع ربنا ما يكتبه على أي حد فينا إن شاء الله. فدي أنا ضربت أمثلة لكيفية التعذيب الذي لا يترك آثار. طيب إحنا إزاي نعرف الموضوع ده؟ يعني إزاي نعرف إنه المجني عليه تعرض لنوع من أنواع التعذيب الذي لا يترك آثار، زي الأنواع اللي أنا ضربت بيها مثل من شوية؟ الحقيقة أنه التعذيب بيترتب عليه إفراز إنزيم في الدم اسمه إنزيم السي بي كي. اسمه إيه؟ السي بي كي. الإنزيم ده ممكن يتواجد في الدم في حالات مرضية معينة، يعني في بعض أمراض معينة هو بيبقى الإنزيم ده موجود في الدم عادة يعني، ولكن بيبقى له نسب، يعني فيه النسبة النورمال أو العادية، فإذا تخطى هذه النسبة يبقى في أمر ما. إيه الأمر ما ده؟ يا إما حالة من الحالات المرضية، يا إما حدوث تعذيب بطريقة من الطرق اللي ضربت بيها مثال، أو طريقة أخرى. فإذا استبعدنا وجود حالة مرضية، يبقى ولقينا عملنا تحليل للدم هنلاقي أنه في زيادة في نسبة إنزيم السي بي كي. السي بي كي بيتواجد في ثلاث أماكن في جسم الإنسان، في منطقة الدماغ، وفي منطقة القلب والصدر، وفي منطقة أو في الهيكل العضلي. ثلاث أماكن: الدماغ، ومنطقة القلب والصدر، والهيكل العضلي. هيكل العضل يعني عضلات الجسم كلها. وبما انه السي بي كي بيتواجد في ثلاث اماكن مختلفه، فبيبقى بيرمز لي برمز سي بي كي ام ام وسي بي كي ام بي وسي بي كي بي بي، على حسب المنطقة اللي هو متواجد فيها. تمام؟ يبقى كل منطقة، سواء منطقة الدماغ أو منطقة القلب والصدر أو الهيكل العضلي، كل منطقة من المناطق الثلاثة دي فيها إنزيم السي بي كي، ولكن بيختلف الرمز ليه، سواء سي بي كي ام ام أو سي بي كي ام بي أو سي بي كي بي بي، على حسب المنطقة اللي هو متواجد فيها. طيب السي بي كي ده إذا زاد عن الحد، يعني تعرض المجني عليه للتعذيب
زي الطرق الخمس طرق اللي انا ذكرتهم او طرق اخرى، لانه في كمان طرق اخرى. يعني ممكن مثلا الاجهاد العضلي انا ضربت بيه مثلا ان هو واحد يعلقوه ويعمل له ثقل في رجليه، فبالتالي بيبقى فيه اجهاد عضلي على منطقة الايدين والرجلين والجسم كله. لا، ممكن كمان يبقى فيه اجهاد عضلي عن طريق ربط المجني عليه بطريقة معينة، يجيبوا دماغه كده ويجيبوها والرجلين كده اهو، فتيجي الدماغ كده يربطوه بطريقة معينة ويسيبوه لفترات طويلة، فبرضه ده من الممكن ان يشكل اجهاد عضلي شديد، لان العضلات بتبقى في حالة شد جامد. السيبي كده الحقيقة هو بيفضح عمليات التعذيب التي لا تترك أثر، بيفضح. يعني لو تم تحليل دماء المصاب أو المتوفي ولقينا نسب السيبي كي عالية، فهو ده بيقطع، إذا استبعدنا وجود حالة مرضية بيقطع بوجود تعذيب، ولكن تعذيب غير مرئي لا يترك اثر. طيب السي بي كده اذا زاد عن المعدلات الطبيعيه اللي ربنا يعني خلقنا بيها، يعني بيحصل ايه؟ بيحصل حاجات على حسب بقى المنطقه اللي يعني احنا قلنا فيه، بيتواجد في الدماغ، في القلب والصدر، في الهيكل العضلي. فعلى حسب التعذيب أصاب أي منطقة من المناطق الثلاثة دول. فاللي بيحصل نتيجة زيادة هرمون السي بي كي، سواء سي بي كي ام ام أو سي بي كي ام بي أو سي بي كي بي بي، بيحصل إما جلطة في الدماغ، وطبعا الجلطة في الدماغ دي قد تؤدي إلى الوفاة وقد لا تؤدي، يعني ممكن، ما هو في ناس بتجيها جلطات وبيلحقوها يعني، وممكن يؤدي إلى جلطة في القلب أو في الرئتين، جلطة في القلب أو في الرئتين، وممكن يؤدي إلى فشل كلوي حاد، وممكن يؤدي إلى سكتة قلبية، وممكن يؤدي إلى سكتة دماغية. يبقى السي بي كي ده إذا زاد بيحصل حاجة من ستة، يا إما جلطة في الدماغ، والجلطة اللي في الدماغ قد تؤدي إلى الوفاة أو لا، أو جلطة في القلب ودي برضو ممكن تؤدي إلى الوفاة أو لا، أو جلطة في الرئتين ودي برضو ممكن تؤدي إلى الوفاة أو لا، أو فشل كلوي حاد وممكن برضو لا يؤدي إلى الوفاة أو لا، وسكتة دماغية ودي بالطبيعة أنها تؤدي إلى الوفاة، يا سكتة قلبية. ولذلك أحيانا بتحصل جرائم التعذيب وييجوا يقولوا المجني عليه ده مات نتيجة جلطة، فالناس تقول ايه ده خلاص قضاء وقدر، ما جلطة بقى هنعمل ايه، او سكتة قلبية. طب وما سكتة ما في ناس عادي بيبقى واحد واقف كده تجي له سكتة قلبية ويموت، او جلطة او سكتة دماغية. والناس بتتقبل الموضوع على انه السبب اللي ادى للوفاة سبب طبيعي جدا ممكن بيحصل في اي وقت مع اي حد. لكن اللي يفصل ما بين إذا كان سبب طبيعي جدا، واحد توفاه الله نتيجة إحدى الأسباب اللي ذكرتها دي، قضاء وقدر، اللي يفرق ما بين حدوث هذه الأسباب كقضاء وقدر أو حدوثها نتيجة تعذيب ليس له آثار ظاهرة، بيبقى هو تحليل السي بي كي بأنواعه الثلاثة، سي بي كي ام ام وسي بي كي ام بي وسي بي كي بي بي.
طيب حضرتك جالك موكل قال لك انا ابني في المستشفى عنده جلطة في الدماغ او جلطة في القلب او في الرئتين او اي حاجة من الحاجات دي، يعني احنا قلنا انه ممكن تحصل حاجات وممكن ما يتوفاش زي الجلطات، ما الجلطات بيلحقوها عادي. لو جالك موكل قال لك والله انا ولدي موجود حاليا في المستشفى عنده جلطة او عنده فشل كلوي، والجلطة دي جاته في منطقة القلب او في الرئتين او في الدماغ، او جالك واحد قال لك انا ولدي توفى وبيقولوا ان هو توفاه الله نتيجة سكتة قلبية او سكتة دماغية او جلطة او اي حاجة، يبقى انت هنا حضرتك لازم تبادر بإرسال تلغراف إلى واحد إلى معالي النائب العام وواحد إلى معالي المحامي العام اللي موجود، يعني لو في الأقصر هنا يبقى معالي المحامي العام للنيابة الكلية في الأقصر، وتشرح فيه يعني ايه انه حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا ونتج عن ذلك كذا وكذا وكذا ونتج عنها اصابه بجلطه، يعني الاصابات اللي انا وضحتها دي من شويه، ونحن نطلب وبشكل فوري حفاظا على حقوقه تحليل السي بي انزيم السي بي كي بانواعه الثلاثه سي بي كي ام ام وسي بي كي ام بي وسي بي كي بي بي، لأنه التأخير في إرسال هذا التلغراف، أولا قبل ما أتكلم عن التأخير أنت ليه بتبعت تلغراف؟ علشان التلغراف بتقدر أن أنت تبع يعني تاني يوم معاك الإيصال، فتاني يوم تقدر تستخرج منه صورة رسمية أو عدة صور رسمية، وهذه الصور الرسمية بتبقى عادة بتبقى عليها الدقيقة اللي انت ارسلت فيها التلغراف، يعني الدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة، يبقى انت كده اثبتت حق موكلك، اثبتت حق موكلك من خلال مستند رسمي، هذا المستند يحمل الدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة، وطبعا هتطلب في التلغراف ده إجراء تحليل السي بي كي بأنواعه الثلاثة بشكل فوري وعاجل، لأنه تحليل السي بي كي إذا اتأخر فالجسم نفسه إذا كان المجني عليه ما زال على قيد الحياة الجسم نفسه لا يبقي، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق جسم الإنسان وعنده جسم الإنسان عنده قدرات بحيث أنه هو يقدر يصلح أي خلل، طبعا مش كل أنواع الخلل ولكن يعني ممكن يصلح أي خلل، زي هرمون إنزيم السي بي كي، إنزيم السي بي كي ده ممكن يتم الجسم يستطيع التخلص من الزيادات بتاعة نسبة انزيم السي بي كي بانواعه الثلاثة ممكن في خلال 48 ساعة. عشان كده حضرتك اول ما تعرض عليك امر من هذه الامور تبادر فورا بالاتجاه الى مكتب التلغراف وعمل تلغراف احداهما باسم او موجه لمعالي النائب العام والاخر موجه الى معالي المحامي العام. طيب انت عملت التلغراف على اساس ان انت تثبت ان تم الارسال يوم كذا شهر كذا سنة كذا ساعة كذا دقيقة كذا، فانت بتثبت حق الموكل بتاعك، لان جريمة التعذيب من الجرائم التي لا تتقادم بمضي المدة، يعني طول ما المتهم عايش طول ما هي موجودة
بمعنى انه لو تم التحليل، تحليل السي بي كي ده واشار الى وجود تعذيب، وبشكل او باخر يعني المتهم كده يعني، لا الجريمة هتلاحقه، ان ما كانش النهاردة يبقى بكرة، ان ما كانش بكرة هيبقى بعده، وهكذا. تلاحظ برضو انه لو كان المجني عليه على قيد الحياة، زي ما قلت لك انه انزيم السي بي كي ده ممكن الجسم يتخلص من الزيادة بتاعته، الزيادة في هذا الانزيم في خلال 48 ساعة. طيب لو كان المجني عليه توفاه الله، يبقى انزيم السي بي كي ده غالبا غالبا بيبقى بينعدم وجوده بمجرد مضي ساعات قليلة جدا من دفن الجثة. يبقى حضرتك سواء كان المجني عليه دخل المستشفى بإصابة من الإصابات اللي أنا قلت لك عليها من شوية، أو توفاه الله، يبقى حضرتك تبادر بسرعة بطلب تحليل إنزيم السي بي كي بأنواعه الثلاثة من خلال تلغراف قبل مضي 48 ساعة من توقيت الإصابة إذا كان المجني عليه على قيد الحياة، وقبل الدفن إذا كان المجني عليه توفاه الله. وطبعا لما هيظهر من خلال هذا التحليل إنه في مستويات عالية لإنزيم السي بي كي بأنواعه الثلاثة في الدم، مع استبعاد أي نوع من أنواع الأمراض، في أمراض بتؤدي إلى زيادة إنزيم السي بي كي زي مرض تحلل العضلات، وزي التهابات العضلات، وزي كمان الناس اللي بتلعب بودي بيلدينج اللي هو كمال الأجسام ده اهو، لأنه بيتعرضوا لإجهاد عضلي جامد، لو بمجرد ما خلص التمرين واخدت عينة دم منه هتلاقي انزيم السي بي كي عالي عنده. ليه؟ لانه عنده اجهاد عضلي. بس لو كان هو معتاد على الممارسة بتاعت الرياضة العنيفة دي، كل ما بيعتاد اكتر كل ما العضلة بتمارس التمرين وما بيحصلهاش اجهاد. يعني على حسب، لو كان هو مبتدئ في التمرين من فترة قريبة وبيضغط على نفسه ويتحامل على نفسه وبالتالي بيحصل اجهاد عضلي، بتلاقي نسبة الانزيم ده عالية. لكن لو هو اعتاد على الممارسة التمارين الشاقة دي وشيل الحديد والكلام ده، الدامبلز والكلام ده كله، لو معتاد عليها من فترة طويلة وبتعرف ده مش بيشكل اجهاد للعضلة. فبتلاقي يعني هو على حسب. فالمهم حضرتك علشان ما ندخلش في تفرعات وفرعيات كثيرة، كل اللي هتعمله اني اذا لقيت المجني عليه مصاب باحدى الاصابات اللي انا ذكرتها، او في العموم اي اصابة ايا كانت، سواء اللي انا ذكرتها او غير اللي انا ذكرتها، ياريت حضرتك تبعت بسرعة تلغراف لمعالي النائب العام وآخر لمعالي المحامي العام، وتشرح فيه التفاصيل منذ البداية إلى لحظة دخول المجني عليه المستشفى أو إلى لحظة وفاته، وتطلب تحليل إنزيم السي بي كي بأنواعه الثلاثة. يبقى كده ده أنت بتعمل حفاظ على حقوق موكلك. الحقوق دي ممكن ما تجيش النهاردة، ما تجيش بكرة، ما تجيش بعده، يعني على حسب يعني كل حالة وليها ظروفها وكده. لكن تأكد انه دي جرائم زي ما نص عليها القانون لا تسقط ولا تتقادم بمضي المدة، هي موجودة طول ما المتهم على قيد الحياة فهي موجودة وتلاحقه. وبالتالي اذا لم تستطع يعني لأي سبب من الأسباب أن أنت تقتص بالقانون وبالقضاء من المتهم، إذا لم تستطع النهاردة فيبقى بكرة، إن ما كانش بكرة يبقى بعده، يعني ده حق ولن يضيع. المهم
المهم في هذا الحق ان انت تبادر الى اثباته، تبادر الى اثباته بالطريقة اللي انا قلتها لك. وياريت ما تخرجش عن الصيغة اللي انا قلتها لك، تلغرافين احداهما لمعالي النائب العام والاخر لمعالي المحامي العام للاسباب اللي انا وضحتها. وبتجيب منهم نسخ رسمية كتيرة، يعني كل تلغراف من دول جبت 3-4 صور رسمية منه، 3-4 صور رسمية، احداهما تتقدم به للنيابة العامة الموقرة والباقي تخليه معاك تحسبا لأي ظروف من اللي ممكن تطرأ. يعني انا حاولت ان انا يعني اوضح على قدر، يعني انا طبعا مش طبيب، ومن الممكن انه احد السادة الاطباء سواء الطب الشرعي او غير الطب الشرعي يكون عنده معلومات اكتر، او اكون انا ذكرت معلومة يعني كده، وبالتالي فارجو انه يعني ان انا افهم في اطار ان انا مش طبيب، انا راجل محامي، ولكن بصفتي محامي بعض الجرائم بتبقى يعني بتتقاطع مع الطب الشرعي، ولازم يبقى المحامي او حتى القاضي او حتى وكيل النيابة لازم بيبقى عنده، وان كان احنا دراستنا هي دراسة في علوم القانون المختلفة، الا انه لازم، لانه احنا بتدخل بيتقاطع معنا تقارير الطب الشرعي والكلام ده كله، فبالتالي لازم يبقى عندنا الحد الادنى من المعرفة، مش معرفة بكامل الطب الشرعي ولا بكامل الطب بكل تقارير، لكن معرفة بما يخصنا في عملنا. وبالتالي انا يعني انا ما بقول لك الكلام ده، انا لازم حضرتك تراعي ان انا لا انا طبيب ولا انا طبيب شرعي ولا انا اي حاجه، انا راجل محامي دارس قانون. والمعلومات دي يعني الواحد بيجتهد في الحصول عليها من خلال اذا كان موسوعات قانونيه او من خلال مواقع متخصصه، لان احنا اصحاب رساله، احنا كمحامين اصحاب رساله، والرساله دي في اعناقنا ولازم نؤديها لانها امانه، والامانه هنسال عليها امام الله سبحانه وتعالى. فلازم برضو الواحد يعني الى حد ما يتثقف في الطب الشرعي الى الدرجه اللي هي تمكنه من اداء عمله على نحو يعني يبقى أدى الأمانة اللي عليه. أتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، بالذات لأبنائي شباب المحامين، وحتى لزملائي المحامين، أدينا إحنا بنتشارك مع بعض الآراء وبنتشارك الخبرات. وبرضو يعني اللي عايز يتفضل ويشاركني آرائي الآراء والخبرات، أنا يعني برحب بهذا. موبايلي 010-98-24-98-19. برضو الموبايل ده نفس الرقم ده عليه واتساب، يعني حضراتكم لو حضرتك من شباب المحامين شرفني بالاتصال، اهلا وسهلا بيك على الرقم ده. طيب عايز تتواصل معايا واتساب، برضو الرقم ده عليه واتساب. طيب عايز تتواصل معايا عن طريق الفيسبوك، في صفحة بتحمل نفس اسم القناة، يعني القناة اسمها القانون والناس، في صفحة عامة على الفيسبوك بتحمل اسم القانون والناس برضو. والصفحة دي ممكن حضرتك سواء كنت من أبنائي أو بناتي شباب محامين، أو كنت زميل محامي وعايز تقول لي تصحح لي إذا كان عندي خطأ، أو عايز تاخد رأيي أو تشاركني في رأي عندك، فأدي وسائل التواصل سواء كان تليفون أو واتساب أو صفحة القانون والناس على الفيسبوك. وأتمنى أن الفيديو ده وما سبقه من فيديوهات، وإن شاء الله الفيديوهات القادمة تكون مفيدة
لحضراتكم ومثمرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.